نتقابل مع بعض ونفهم مضمون درسنا، مضمون بتاع درسنا ده ايه؟ عند تحويل الفعل من مذكر الى مؤنث هنعمل حاجتين. عندي فعلين، فعل ماضي وفعل مضارع. لو كان الفعل ماله ماضي هنعمل ايه؟ هنحط تاء تأنيث في اخر الفعل. احنا اتفقنا ان في الفعل الماضي بنحط تاء تأنيث في اخر الفعل، يبقى اذا كان الفعل ماضي طلحه تاء التأنيث اخر الفعل. طيب عندي الفعل التاني ايه؟ فعل مضارع. لو كان الفعل مضارع هنعمل ايه؟ هنحط تاء التأنيث في اول الفعل المضارع. اذا كان الفعل مضارعا تلحق تاء التأنيث أول الفعل. تمام؟ طيب، طب لو كان الفاعل مذكر بقى يا مستر، لو كان الفاعل مذكر ما بندخلش طبعًا عليه لا تأنيث لا في أول الفعل ولا في آخر الفعل، سواء كان ماضي أو مضارع. هتقول لي إزاي؟ هقول لك لو كان الفاعل مذكر والفعل اللي قبله مضارع بيكون قدامه بياء بس زي المثال ده. طب التاء، التاء دي ما بتدخلش على الفعل غير لو الفاعل مؤنث. لو كان الفاعل ماضي هنحط تاء تأنيث في آخر الفعل. طب لو كان الفاعل مضارع هنحط تاء تأنيث في أول إيه؟ الفعل. ده كل درسنا النهارده. مطابقة الفعل للفاعل، لازم الفعل يكون مطابق الفاعل في كل شيء، تمام؟ تذكيرًا وتأنيثًا. الفاعل مذكر، الفاعل لازم يكون مذكر. الفاعل مؤنث، الفعل لازم يكون مؤنث. وعرفنا ازاي نحول الفعل من مذكر الى مؤنث؟ لو هنحوله في الفعل الماضي هنحط تاء تأنيث في اخر الفعل، في الفعل المضارع هنحط تاء تأنيث في اول الفعل. اتمنى ان احنا نكون فهمنا حاجه النهارده، ونلقاكم في فيديو اخر من فيديوهات اللغه العربيه. السلام عليكم.